أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة وبدأ فيما يبدأ به في الكتب أو رسائل الكتب المصنفة، وقبل ذلك كما بدأ بكتاب الله عز وجل وهي البسملة، وتحدثنا عن البسملة في هذا الكتاب أنها ليست منظومة، وإنما الاحتمال أنها ماذا؟ طيب أنها والآن البسملة كيف أتى بها الناظم؟ افهم السؤال تجد كيف أتى بها الناظم؟ نثرا، أتى بها نثرا، ودليل ذلك وجود هذه البسملة في بعض النسخ الخطية. احتمل بعضهم أن تكون غير وضع المصنف، لكن الأقرب أنها من وضع المصنف. ثم بدأ الناظم المنظومة بالحمد، فالبدء بالحمد يكون ماذا؟ نوع البدء بالحمد إضافي، نوع البدء بالحمد إضافي بناء على ذكر البسملة. البسملة يكون ابتدائي أو حقيقي، قال له ابتداء حقيقيا ذكر البسملة. ومعنى الحقيقي والإضافي، الحقيقي هو الذي سبق، هو الذي لم يسبق بشيء، والإضافي هو الذي سبق بشيء. هذا من حيث الاصطلاح لأي بدء، لأي بدء. وهذا الأمر سهل ما نشدد فيه. ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد حمد الله، ولم يذكر السلام، وهذا لا يستطيع أن يذكره. لماذا لم يذكر السلام؟ أو مثلا بعض العلماء يكره إفراد الصلاة على السلام. الصحيح أنه لا كراهة، خاصة لمن لا يدين ذلك، لا كراهة في إفراد الصلاة عن السلام، خاصة عند من لا يدين ذلك. من الإجامة الأفضل أن يأتي بها في بعض الأحيان، فالناظم أتى بالصلاة واكتفى بها، يعني لم يعطف السلام على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر في البيت الثاني أقسام الحديث، وأن أساس المنظومة مع تعاريفها. فما هي أقسام الحديث المذكورة أو المقصود بأقسام الحديث في كلام الناظم؟ ما المقصود بأقسام الحديث في كلام الناظم؟ ما عندك؟ طيب، المندرجة تحت الأقسام الثلاثة أو الاثنين، يعني بعض العلماء يقسم الحديث إلى ثلاثة وبعضهم إلى اثنين، وأقسام الحديث لا تخرج عن ثلاثة: صحيح وضعيف وحسن. وبعضهم يدخل الحسن في الصحيح، يكون عندها القسمة ثنائية: صحيح وضعيف. والمراد بأقسام الحديث في كلام الناظم الأنواع المندرجة تحت الأقسام الثلاثة. طيب، وهنا تنبيه، قد يغلط بعض من يجب هذه المنظومة ويفهم غلط. الآن يأتي الأول الحديث الصحيح، ثم يأتي الحسن، ثم يأتي الضعيف، ثم يأتي بعد الضعيف أنواع. لا تفهم أن الأنواع التي أتت بعد الضعيف كلها ضعيفة، هذا فهم خاطئ. بعضهم يقول خلاص كل الذي تأتي بعد الضعيف ضعيف. لا، قلنا الأقسام التي تأتي مندرجة تحت الأنواع، يعني بعضها قد يكون صحيح لا غير، وبعضها قد يكون حسن لا غير، وبعضها قد يكون ضعيف لا غير، وبعضها قد يدخل في هذا وذاك، وهذا إن شاء الله واضح. ومعنى كل واحد أتى وحده ذكرنا، أي مع تعريف، يعني الواو هنا تسمى واو معية بمعنى مع حده. أتى وحده أي أتى مع حده. والحد والرسم والتعريف شيء واحد، الحد والرسم والتعريف شيء واحد. ثم ذكر الناظم في الحديث الصحيح، أو بدأ بالحديث الصحيح
وذكرنا تعريف الحديث الصحيح الشامل، التعريف الذي ذكرناه هنا من يذكره؟ بنقل عدل تام، عدل تام الضبط. طيب من يعرف السند ومن يعرف الاتصال مع هذا الاثنين؟ احد يعرف اتصال السند؟ من يعرف اتصال السند؟ هذا سهل. طيب من يعرف السند؟ الاخبار عن طريق منه. وما تعرف الاتصال؟ هذا المفروض تكون بس حفظت مع الجميع، يكون مثل يعني الشيء الذي يلقن تلقينا يحفظ، لا بد من الحفظ في هذا، لا تستعد تعاريخ تحفظ. سلام في السنة من سقوط الجود حيث يكون كل من الرجال لا بد من الإكمال، إلا ما يفهم كلام سلام في السنة من سقوط الجود ما يفهم أي شيء. إيش معنى السقوط هذا؟ التفسير فيما بعد، بحيث يكون كل واحد من رجاله سمع ذلك المولى من شيخه أو تلقاه إجازة، الذي يريد يختصر الكلام ذاك الطويل أو تلقاه عند الإجازة أو من أولى يكتب، أو تلقاه بالإجازة ويكتب. يكفي لأن الإجازة هنا تكون بمعنى أنواع التحمل جميعا الثمانية، لأن هذا تأتي بمعنى الإجازة، يعني إجازة مكاتبة، إجازة من أولى، إجازة التي هي الإجازة الصحيحة. فيكفي كلمة ما نختصر عليه في التعريف، يعني تقول أو تلقاه إجازة يكفي. كيف نعرف اتصال السنة؟ كيف نعرف اتصال السنة؟ منها تصريح الراوي الذي يصرح بتحديث الراوي، تصريح الراوي بتحديث. طيب أو الإخبار أو السماع. الثاني وهذه فيها كتب مصنعه، هذه التوصيفات فيها كتب مصنعه، يعني من اشهر الكتب هو الذي يعني يعتبر العمده تحفه التحصيل في رواه المراسل، هذا كتاب عمده في باب الصناعه. وهناك كتاب تكميل له لاحد المعاصرين اسمه الاكليل، جيد ذكر 1000 سنه تقريبا، الاكليل بما زاد على رواه المراسل. هذا الكتاب مع هذا يكتب في هذا الباب الثاني، وهذا البحث صحة التحصيل والإكليل، صحة التحصيل في أحكام المراسل، والثاني الإكليل في نجاد على المراسل. طيب قول الناظم رحمه الله ما اتصل سنده، ماذا خرج ما هو الشذوذ؟ سلاح طيب او تفرج الراوي ما لا يحتمل، سهل ولو لم نعرف الان معناها ان شاء الله تحفظ معناها سياتي. العله او ما تعريف الحديث المعل ولا يغلط، الذي سيجيب لا يغلط. ما هو المعل؟ ما هو الحديث المعل؟ ما هي العلة؟ نعم في الحديث. طيب والحديث المعلول هو الذي اطلع فيه على علم. طيب والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تبقى في صحته مع أن الظاهر طلع منها هذا زيادة، إلا لو تقتفي بالحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة لا بأس. من يعرف الضبط في الاصطلاح؟ الضبط في الاصطلاح
طيب طيب نكتفي بالحديث الصحيح مراجعة، وغدا إن شاء الله تعالى نراجع الحسن والضعيف. لو فعلنا هذا الأسبوع يعني من ذات الحسن والضعيف إن شاء الله تعالى، وحاولوا أن تحفظوا ما يذكر من التعاريف. التعاريف أهم شيء في هذا الكتاب، التعريف وفهم معنى البيت، والتعاريف والتقسيمات، وهي ليست كثيرة إنما في الصحيح كثيرة وفيما بعده قليلة. نعم، جامع التحصيل العلائي، يدخل التحصيل الذي يزور على العراقي، وبعده أتى أخذ الذي عنده وزاد، فهو يعتبر أشمل. سوى الدراسة التي جامع التحصيل عن مسألة دراسة طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: صفحة 58 المسلسل. قال الناظم رحمه الله تعالى: مسلسل قلنا على وقت أتى مثل أنا والله أنباني الفتى، فذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. مسلسل قلنا على وقت أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، أنباني وليست أنبأني، مثل أما والله أنباني الفتى، وسيأتينا معنى أنباني. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، وفي بعض النسخ وبعد بدون أو، يعني بدون أو و، والأفضل أو. مسلسل، قال بعض أهل اللغة: السلسلة اتصال الشيء بالشيء، وهذا واضح. يسمى السلسلة المتصلة، سمى سلسلة إلى الآن، وبذلك سميت سلسلة الحديث، وسميت بذلك لأنها ممتدة في اتصال. ومن ذلك تسلسل الماء في الحلق، تسلسل الماء في الحلق إذا جرى. تعريفه اصطلاحا: وردت عدة تعاريف للحديث المسلسل في كتب مصطلح الحديث، من أحسنها ما قاله ابن جماعة، وبعضهم يقول جماعة، وأظن الصحيح في ضبطه جماعة، ويحتاج أن نتأكد أكثر، لكن هذا الذي رأيته في بعض الكتب التنبيه عليه. هو ما تتابع رجال إسناده عند روايته على صفة أو حالة، إما في الراوي وإما في الرواية، وصفة الراوي إما قول أو فعل أو غير ذلك. هذا تعريف المسلسل، وسيتضح إن شاء الله التعريف في أثناء قراءة الأقسام، وسنرجع للتعريف مرة أخرى نفصل فيما قرأنا إن شاء الله. هو ما تتابع رجال إسناده، والتتابع واضح معنا يتتابعون في نفس الرواية، يعني يروون شيء واحد يتفقون في تلك الرواية. أقسام المسلسل قسمان حسب التوارد، والتوارد هو التتابع. فالأول التوارد على حال، والثاني التوارد على وصف، وهكذا تفصيلهما. القسم الأول التوارد على حال، وفيه ثلاثة فروع. هذا الدرس في تقسيمات كبيرة لكن هو سهل، معقول السهل. التوارد على حال وفيه ثلاثة فروع. الفرع الأول التوارد على قول، يعني التتابع، التتابع الرواة على قول. ومن أمثلة المسلسل في قول كل راوي: أنا أحبك فقل، ذكره يعني هذا الحديث المسلسل ذكره بسنده العلائي، وله المصنف في هذا ما زال مخطوطا، المسلسلات المختصرة للعلائي، وهو حديث معاذ مرفوعا: إني لأحبك فقل، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. قال العلائي: هذا حديث صحيح الإسناد والتسلسل. الحديث معروف عندنا جميعا، حديث صحيح. الزيادة فيه الفائدة الجديدة أنه حديث مسلسل، ومعنى مسلسل يعني زيادة على الصحة، أو إذا ذكرنا أنه صحيح وأتينا
كلمة مسلسل معناها هذه فوق المستهلك، لأنه قد يكون مثلا ضعيف ولا ينتج بعد ذلك أنه مسلسل، ضعيف خلاص ما نلتفت إلا لهذا الدرس، لا يكون مسلسل إذا كان ضعيف. فهو معروف أنه صحيح، لكن الزيادة التي فيه أنه مسلسل. فما معنى مسلسل؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حدث معاذ أو أخبره بهذا الكلام قال له في بداية كلامه: يا معاذ إني لأحبك. هذه الزيادة، فلأنه يحبه خصه بهذا الحديث أو ذكر له هذا الحديث فحفظه معاذ رضي الله عنه، ثم أخبر به الراوي عنه وقال لذلك الراوي معاذ، يقول لذلك الراوي إني أحبه، فقل، ثم ذكر له الحديث، ثم ذاك الراوي حدث من الراوي الذي بعده وقال له إني أحبه، فتسلسل الرواة في هذا القول، كلهم يقول إني أحبه، هذا اللفظ، هذا لفظ التسلسل، قول كل راو إني لأحبه. وهذا ما زال موجودا الآن مع بعضهم السند إلى الآن، ما زال يعني هناك بعض المشايخ بعضهم ربما ليس على الجادة عنده يعني هذا الحديث المسلسل، إذا أحدث به من يريد يقول إني لأحبه، وما زال مسند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح إن شاء الله التسلسل الآن، إذا الحديث شيء والتسلسل شيء آخر، وسيأتي فائدته. الفرع الثاني التوارد على فعل، ومن أمثلة المسلسل بوضع اليد على الرأس، ذكره العلائي يعني في مصنفه الذي ذكرناه في سنده، والسند طويل، سند العلائي طويل وسند من بعد العلائي أطول، فنحن نختصر نقول بسنده. إلى أبي غسان مالك بن يحيى حدثنا علي بن عاصم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ما منكم من أحد من به عمله من النار ولا يدخله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ووضع يده على رأسه صلى الله عليه وسلم، هذا المسلسل، هذا لفظ التسلسل. أصل الحديث صحيح يعني بدون تسلسل، والحكم على التسلسل قال العلائي: كذا وقع لنا غير متصل، التسلسل من أعلاه. ماذا عرفنا في المتصل؟ عرفنا أن الغير متصل يكون ماذا في درس المتصل؟ ماذا عرفنا أن الغير متصل يكون ماذا؟ ضعيف. وهنا في المسلسل قد يكون صحيح لكنه غير متصل التسلسل بهذا القيد، انتبهوا، غير متصل التسلسل، يعني التسلسل لا غير، الضعف في التسلسل. وأما الحديث أصله صحيح، الحديث كما هو معلوم في الصحيحين، لكن هذه اللفظة ووضع يده على رأسه منقطع، يعني أن هناك من لم يضع يده على رأسه، هذا معنى هناك من حدث بهذا الحديث ولم يضع يده على رأسه. كذا وقع لنا غير متصل، التسلسل من أعلى أن التسلسل فيه إلى أبي غسان ثم انقطع بعده. الفرع الثالث التوارد على قول وفعل، يعني الأول والثاني مجموع، الأول قول والثاني فعل والثالث قول وفعل، فهذه الفروع كلها تسمى التوارد على حال، وهو القسم الأول من أقسام المسلسل. ومثاله المسلسل بقبض اللحية وبقول آمنت بالقدر، أورده الحافظ في معرفة علوم الحديث يعني بالسند، ولم يحكم عليه بصحة أو ضعف من حيث الأصل أو التسلسل. ما معنى من حيث الأصل؟ يعني في الحكم على الحديث في أصله، هل هو في الصحيحين أو خارج الصحيحين، وإذا كان خارج الصحيحين هل هو صحيح أو التسلسل. وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي البصري وقد ترك متروك، فعلى هذا يكون ضعيف الإسناد، ومن باب أولى يكون ضعيف التسلسل، ما دام ضعيف الإسناد فهو ضعيف التسلسل، فعلى هذا يكون ضعيف الإسناد والتسلسل. لكن ما وجدنا لهذه الفقرة إلا هذا المثال، يعني مثاله ضعيف،
هذا الذي يذكره العلماء في التوارد على قول وفعل. انتهينا من القسم الأول من أقسام المسلسل. القسم الثاني التوارد على وصف. إذن الأول التوارد على حال، يعني حال الراوي. الحال الأول إما أن يكون يقول قول أو يفعل فعل أو يقول قولا ويفعل فعلا في نفس الوقت. التوارد على وصف هو أن يشترك رواة الحديث في وصف لهم، وله فروع عدة منها. الفرع الأول التوارد على وصف للرواة، وصف لهؤلاء الرواة، وهو أن يكون التسلسل الواقع في السند يقع ضمن أوصاف الرواة، يعني شيء يوصف به الراوي. التسلسل الواقع في السند هو شيء يوصف به الراوي أو يمكن أن يوصف به الراوي. وتنقسم أوصاف الرواة إلى صفة قولية وصفة فعلية. أولا التوارد على أوصاف الرواة القولية، وهي مقاربة بل مماثلة لأحوال الرواة القولية، يعني بعضهم ما يفرق بين الأول الذي في حديث معاذ وبين هذه الصورة، يجعلها شيء واحد، وبعضهم يجعله اسم آخر. وهو أن يتفق الرواة على صفة قولية تتعلق بالراوي، مثل أن يتفقوا على رواية أصح حديث أو غير ذلك. ومن أمثلة المسلسل بقراءة سورة الصف، يعني هذا الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف وصفوه بأن الرواة الذين رووه رووا أصح حديث. عندما أقول فلان جاء بأحسن مثال، فأنا الآن أصف الراوي به أو أصف الطالب، يعني لما أسأل ويأتي واحد بإجابة أحسن إجابة أقول فلان أتى بأحسن إجابة، هذا وصف الراوي أو ليس بوصف؟ وصف. فهؤلاء الرواة لما حدثوا بهذا الحديث أتوا بشيء وصفوا بأنهم رووا أصح حديث، وهو أو يقولون أصح حديث مسلسل، وهو هذا الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف. ذكره العلاء بسنده إلى الإمام أبي عبد الله الدارمي أبي محمد عبد الله الدارمي. أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، حتى ختمها، يعني حتى نهاية السورة. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. هذا وجه التسلسل. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام حتى ختمها. إذن جاء تسلسل آخر بعده. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة في طبقة التابعين. قال الأوزاعي كذلك بعدهم: فقرأها علينا يحيى. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير أبي محمد عبد الله الدارمي عبد الله الأخير. الحكم عن الحديث التسلسل: رواه الترمذي وغيره. قال العلامة الوادعي في صحيح المسند: هذا حديث صحيح ولا يضر الاختلاف فيه على الأوزاعي، يعني فيه اختلاف لا يضر في صحة الحديث. قال العلاي: هذا أصح حديث مسلسل وقع عليه متصلا. فإذا هذا الحديث موصوف بأنه أصح حديث مسلسل، موصوف بأنه أصح حديث مسلسل، فلذا الرواة وصفوا بأنهم رووا أصح حديث مسلسل. وبعضهم كما ذكرنا لكم لا يفرق بين هذا وتلك الصورة، لأنه لا يظهر كبير فرق بينهما. ثانيا التوارد على أوصاف الرواة الفعلية، وهذا أسهل. وأن يتفق الرواة على وصف لهم من ابتداء السند إلى آخره، ويكون هذا الوصف فعليا، مثل الحفظ أو الفقه أو الاتفاق في أمر كالمحمدين أو الدمشقيين أو غير ذلك. ومن الأمثلة على هذا القسم الحديث المسلسل بالحفاظ. ذكره العلاء بسنده وقال: هذا إسناد عجيب جدا من تسلسل الحفاظ من رواية الأقران بعضهم عن بعض.
بعضهم عن بعض. يعني هناك حديث يسمى حديث مسلسل بالحفاظ، رواه حافظ عن حافظ عن حافظ عن حافظ، فما حال هذا الحديث؟ صحيح، لأنهم رواه حفاظ. طيب، ويتنافس الحفاظ، يعني الأقران يروونه بعضهم عن بعض، أقران يعني هم في عصر واحد يروون هذا تسلسل الحفاظ من رواية الأقران. الحديث المسلسل بالفقهاء ذكره أيضا العلائي، فقيه عن فقيه إلى آخر. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: هذا حديث غريب الإسناد، عجيب السلسلة، هذا فيه تضعيف، لأن الفقيه بعض ربما بعض الرواة قد يكون فيه ضعف وإن كان فقيها، خاصة من المتأخرين، وأما الفقهاء المتقدمون فهم المحدثون. الفرع الثاني: التوارد على وصف يتعلق بالتحمل بما يرجع إلى أمور. إذن هذا الآن إذا وصفنا راوي بأنه حافظ أو بأنه فقيه، هذا وصف فعلي، أنه يحفظ أو أنه يفقه، هذا معنى فعلي. أو مثلا اسم محمد، أو كلهم من دمشق، أو نحو ذلك، وهو كثير هذا. التوارد على وصف يتعلق بالتحمل، ومعنى يتعلق بالتحمل يعني الأخذ عن الشيوخ بما يرجع إلى أمور، كصيغ الأداء، وصيغ الأداء يعني حدثنا وأخبرنا وسمعت وغيرها، التي منها صريحة ومنها غير صريحة. كأن يتفق الرواه على قول حدثنا، يعني كل الرواه يأتون في الحديث حدثنا 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 إلى نهايته، أو أخبرنا من أول إلى آخر، أو غيرها من صيغ الأداء من ابتداء السند إلى منتهى، ومن أمثلته الحديث المسلسل بقولهم حدثنا وبقولهم سمعت. وكتاريخ الرواية، كأن يتفق الرواه على ذكر تاريخ الرواية كأول حديث سمعه من شيخه، أو أن الراوي آخر من حدث عن شيخه. يعني الراوي يروي هذا الحديث ويقول وهو أول حديث سمعته من شيخه، ثم يأتي الذي بعده يكون أول حديث فعلا، يقول وهو أول حديث سمعته منه، ثم يأتي الذي بعده يقول وهو أول حديث سمعته منه إلى آخر. أو يقول آخر، ها؟ لا لا، كل بحسب الطبقات. الآن هذا الآن الصحابي الذي أخذه عنه تابعي، وهو أول ما سمع هذا التابع على هذا الصحابي هذا الحديث، لابد أن يكون أول حديث. إذا كان الثاني أو الثالث من الحديث خلاص خرج من التسلسل، لابد أن يكون أول حديث يسمعه من الشيخ، مفهوم هذا. وهذا يعني من الفروع البعيدة. انتهينا الآن من التقسيمات، وهي طويلة نوعا ما لكنها سهلة، هي طويلة لكنها سهلة، ولن تجدها مفصلة في غير هذا الكتاب من كتب علوم الحديث، ولذا فصلناها هنا عمدا، هي سهلة والكتاب معك تحفظ من ما استطعت الآن، وبعد ذلك تستطيع أن تراجع مع الباعث في دروس المسلسل ومع الكتب الأخرى مع زيادة الفوائد. والخلاصة أن المسلسل ينقسم إلى قسمين: إما أن يتوارد أو يتتابع الرواة على حال لهم، والحال إما أن يكون قول أو فعل أو قول وفعل، هذا معنى الحال، قول أو فعل أو قول وفعل، وأمثلته إن شاء الله واضحة. الفرع الثاني: التوارد على وصف، وهذا الوصف إما أن يكون في الراوي أو في الرواية، إما أن يكون في الراوي أو فيما روى الراوي، إما أن يكون في الراوي أو في الرواية، يعني ما رواه الراوي. فالذي يكون في الرواه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون قول لهذا الراوي، وإما أن يكون فعل. والقول ما هناك إلا مثال، يعني وصف به من رواه بأنه روى أصح حديث، روى أصح حديث. وأما الفعل فكثير منه، مثلا المحمدين، الفقهاء، الحفاظ، يعني تسلسلون هم حفاظ، من أول اسمه ألف، من أول اسمه باء إلى آخره، يعني تستطيع أن تدخل مئات الأنواع في هذا، مئات الأنواع، من أول اسمه بحرف العين، يتسلسل كل واحد، كل هؤلاء الذين رووا الحديث أول
حرف من اسمي حرف العين، مثلا عبد الله وعلي وعمار وعمر إلى آخره، يعني هذا تستطيع أن تدخله في وصف للراوي فعلي. ثم التوارد على وصف يتعلق بالتحمل، يعني الرواية، هو نفس الرواية، التوارد على وصف في الرواية أو التحمل نفسه، كصيغ الأداء مثلا يأتي حديث كله من أول إلى آخر استمعته، أو كله من أول إلى آخر حدثنا، فهذا يقال مسلسل بحدثنا، وذاك مسلسل بماذا؟ بسمعته. كتاريخ الرواية، يعني يذكر أنه سمع هذا الحديث في يوم الخميس أو في يوم العيد، أو هو أول حديث سمعه أو آخر حديث سمعه أو غير ذلك من التاريخ. قل ما على وصف أتى، نرجع الآن لأبيات المنظومة. مسلسل، هذه الكلمة شرحها فيما سبق. قل ما على وصف أتى، أي قل في رسمه وتعريفه ما أتى على صفة للراوي أو رواية، كما تقدم توضيحه بأمثلته، مثل أما والله أنباني الفتاة، ومثل سمعت ونحوهما أو نحوهما، مما تقدم في توارد الرواه واتفاقهم على صيغة من صيغ الأداء من ابتداء السند إلى منتهى، كالإنباء أو أما والله أنباني الفتاة، أي أخبرني الراوي. يعني الآن الناظم يقول في هذا البيت قل ما على وصف أتى، وذكر الوصف بمثال، قال مثل أن يقول الراوي والله حدثني فلان، يعني يأتي به يقول والله أنباني الفتى، معناه والله حدثني فلان، والثاني الذي بعده يقول والله حدثني فلان، والثالث يقول والله حدثني فلان، أو والله أنباني الفتى، وهذا إن شاء الله واضح، نريد تفهم الأبيات، لأن فهم الأبيات شيء مهم. أنباني بالدرج، هذا تسمى في اللغة أو في البلاغة درج، ومعنى الدرج، والمراد بالدرج إسكان الهمزة الثانية وإبدالها ألفا، إسكان الهمزة الثانية أنبأ، هذه الثانية، وإبدالها ألفا، بدل ما تقول أنبأ تقول أنباني الفتاة، وهذا يسمى درج، وهذا يكون في هذه الكلمات التي فيها الهمزة في وسطها، أو مثل نحو أنباني. كذا فقد حدثنيه قائما، يعني واحد يقول حدثني فلان قائما، هذا وصف، هذا من الأول حال، ثم يفعل الآخر مثل ذلك، وهو القيام أثناء تحديثه أو التحديث قائما، سواء تقول القيام أثناء التحديث أو يحدث وهو قائم، أو بعد أن حدثني تبسم بألف الإطلاق، تبسم، هذه الألف تسمى ألف الإطلاق، وإلا أصلها تبسم، فإن القيام والتبسم وصف فعلي، وصف فعلي في الرواه، هذا ليس حالي فعلي، قلنا قبل قليل حالي، لا صواب فعلي، الأول نعم الأول حالي والثاني فعلي، أو الأول حالي والثاني وصفي، توارد على حال والثاني توارد على وصف. من فوائد المسلسل، قال ابن دقيق العيد، وفائدة المسلسل أمران، أحدهما أنه قد يكون فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله، وهذا فيما ثبت وهو قليل، فأنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الثاني أن يكون مفيدا لاتصال الرواية وعدم انقطاعها، إذا كانت سلسلة تكرر ذلك كقوله سمعت فلان، وكما ذكرنا لكم أنه إذا كان صحيح ومسلسل يكون تسلسل وصف أعلى، وصف بعد الصحة، فإذا صح تسلسل فمن باب أولى أن يكون صحيح السند، إذا صح تسلسل فهو صحيح السند. وهذا النوع قليل الفائدة، من حيث الفائدة هو قليل الفائدة، وإنما هو شيء مما يتحلى به أهل الحديث، شيء مما يتحلى به الحديث، والتطبيق العملي فيه قليل جدا، لكن هذا ديدن المتأخرين، هذه الأحاديث المسلسلة ورواية الأحاديث المسلسلة
هذا ما زال إلى الآن عند بعض المتأخرين. أي سؤال أو إشكال في الدرس؟ هذا لعل من أتعب الدروس قليلا، لكن إن شاء الله مع الحفظ يسهل. لا لا، التسلسل وصف فوق الصحة، يعني إذا كان مسلسل، إذا وصف بأنه مسلسل فهو صحيح، إذا كان ضعيف فهو غير مسلسل. ولذا هناك مسلسلات ضعيفة، وبعضهم يقول مسلسل ناقص، يعني إذا كان فيه ضعف معناه انقطع في بعضه فهو ناقص وليس كامل. التسلسل، التسلسل قد يكون في المتن وقد يكون في السند، وقد يكون بعد المتن، قد يكون قبل، يعني له، يعني مثل الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد السند والله إني لا أحبك، وقبل المتن، بعد السند وقبل المتن، وقراءة سورة الصف بعد كلامي، سمعت وأخبرني وحدثنا، هذه تكون في السند، فهي في مواقع كثيرة. ها، من بقي عندها؟ هذا يسميه بعض العلماء مسلسل ناقص، يعني ليس تام، الذي هو كامل يسمى كامل، وهذا يسمى ناقص. سيأتي معنا إن شاء الله.